لقرية في أسوان خالية من وحدات الغسيل الكلوي، ومفيش قرية مفيش فيها ناس عايزة تغسل كلى. تعالوا يا جماعة نساعد الناس، نشوف ازاي ممكن نساعدهم بإنشاء وحدة غسيل كلوي، سواء من فاعلي الخير، الحكومة، وزارة الصحة، لكن ما نسيبش الناس بدون وحدات للغسيل الكلوي في كرة مصرية. المية والأكل دمر الكلى والكبد وأجساد البشر، يعني في خريطة الأمراض بشعة. تعالوا نشوف كيف يمكن أن ننقذه. قرية بمبان التابعة لمركز دراو بأسوان يسكنها آلاف من المواطنين، تخلو من أي وحدة لغسيل الكلى ولو صغيرة لخدمة مرضى القرية. أكبر مشكلة بنعاني منها مشكلة وحدة الغسيل الكلوي. يوجد في بمبان أكثر من 8 مستشفيات، من ضمن فيهم مستشفى وحدة صحية بمبان مؤسسة من 48 على أعلى مستوى. ما نحس إلا تكسير وتعديل، تكسير وتعديل وإهمال الطلب الأساسي وحدة غسيل كلوي. بنعاني من مشكلة أساسية، يا إما يحول على فارس مستشفى لسه ناشئة فيها وحدة غسيل كلوي، يا إما معادي شرق النيل دراو والبحر ومشاكل البحر. وثانيا أصلا مريض الفشل الكلوي بيعاني من الأسعار، من التقنيات، من المواصلات. موضوع وحدة الغسيل الكلوي تكلمنا فيها في مؤتمرات مع العمدة ومع النائب عن الدائرة ومع رئيس المجلس ومع رئيس مجلس محلي المركز. قال يا جماعة الأجهزة موجودة، احنا عندنا أجهزة مش لاقين مكان. ازاي مش لاقين مكان؟ انت عندك النهاردة مستشفى بتاعت الخبرة دي مساحتها لا تقل عن 5 أفدنة، فاضي فاضي، يعني تعتبر يمكن أكبر مستشفى مساحة على مستوى محافظة أسوان. غسيل الكلى تعبانين، وزي ما انت شايف اهل المستشفى هنا كلها دي واقفه ما فيش اي حركه، يعني ايه ولا يمكن 5 سنين احنا عم نغسل. فيش وحده غسيل كلى هنا في بمبان، وبصرفوا الواحد بصرف 100 جنيه وهو معاشه على قديه. مرة عندنا هنا في العبابدي 4 تنفار بيشرقوا وغربوا بها وبيشيلوها شيلان هنا عند العباره. اي والله العظيم في الشتاء بتبقى حاجه بهدل على الناس الكبيره والناس اللي هي ما حد شيء طبعا بيقدر يعيلها وكده. 3 سنين بغسل ورجلين مش بقدر امشي عليه، معايا 3 بنات بيسندوني، واحده بتاج تسندني، واحده مجوزاها، واحده في المدرسه، ما معيش ولا ود ولا اي حاجه، ورجل شغال عام وباجي هنا بضرب واغسل. ما فيش ولا واحده غسيل كلي، لا قال في ضراوي ودونا لف كابومبو، واحنا ما فيش مستشفيات، ما فيهاش اي خدمه ولا دكاتره. حتى عندنا مستشفيات على احدث مستوى، مباني على الفاضي. عاوزين وحده غسيل مركه بمبان، قريه بمبان قبلي، والحال يعني بصراحه صعب جدا. من المواصلات هنا التكاتك هنا بتاع الغرب ياخذ 5 جنيه، للهنا بمبان بحري 10 جنيه، تروح اللنش الفبراير بتاخذ 10 جنيه، تروح المواصلات الثاني دراو تاخذ 8 جنيه، يعني كل المواصلات بتكلف ليها 85-80 جنيه. بركب 4 مواصلات حتى اوصل البيت. ليه انت كنت بتعمل ايه في دراو؟ بغسل. بغسل، ما عندناش غسيل هنا في بمبان قبلي. انا بعيا زياده وبعيا وبتعب من المشاوير.